مستمرين معاكم كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان على شاشه قناه النادي الاهلي. كواليس مباراه النادي الاهلي والترجي التونسي للمهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي من مطار شرم الشيخ لمطار القاهره الى برج العرب. مجهود كبير جدا لكن في حب النادي الاهلي اكيد كراجل مسؤول وكراجل كمان مشجع ليه للنادي الاهلي. مهندس محمد الجرحي يمكن ده كعادتك طبعا حب النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي كالعاده. مجهود كبير كنت حضرتك في مؤتمر الشباب العالمي لكن اصريت ان انت تيجي لمسانده فريق النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه جدا. احنا يعني ميزه المجلس ان احنا يعني اهلاويه مدرج كلنا كنا بنروح وبنحضر الماتشات وكلنا متواجدين مع النادي الاهلي في اي بلد، فما كانش ينفع النهارده ما نبقاش موجودين. ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله النهارده نحسمها النهارده من القاهره باذن الله. جمهور النادي الاهلي يمكن عليه عامل كبير جدا في هذه المباراه، الناس يمكن كانت بايته في الشارع، الناس بتتهافت على شراء التذاكر في حب النادي الاهلي ونظرا لاهميه هذه المباراه، وايضا كمان الشكر لمجلس الاداره لاستيعاب هذا العدد، من فتره كبيره جدا ما شفناش العدد ده استاذ محمد. يعني احنا موضوع الجمهور مر بمراحل كتيره قوي، يمكن حصل مناقشات مع الامن فيما يتعلق بالعدد، وفضلنا يعني احنا في الاخر خالص واخدين وعد ان شاء الله باذن الله ان الاستاد يبقى مليان النهارده. طبعا كبيره عندنا قوي ان الجماهير فضلت موجوده قبلها بيوم قبل فتح باب التذاكر بيوم، وان شاء الله باذن الله الجمهور ده يعني يستحق يفرح النهارده. حاله التركيز اللي انت شايفها على لعيبه النادي الاهلي في الفندق الاقامه ازاي الحاله؟ كمان الكابتن محمود الخطيب وحضوره ومجلس الاداره، كابتن محمود يمكن متواجد من كام يوم كمان ده كعادته ان هو يكون مساند لفريق النادي الاهلي، بينعكس عليكم ازاي كواحد من شباب اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي؟ كابتن زي ما بتقول كابتن خطيب موجود بقاله يومين بيحضر التمرينات في زي معسكر مغلق على اللعيبه، اللعيبه مركزه جدا ان شاء الله. يعني احنا عينينا على اللقب، احنا اللقب غائب بقاله 4 سنين، نسينا نطلع كاس العالم للانديه، ان شاء الله ربنا يوفقنا النهارده. اخيرا رساله تحفيزيه لكل لاعبتنا ان شاء الله قبل هذه المباراه، مهندس محمد الجرحي تحب تقولي لكل اللعيبه؟ يعني دايما في الماتشات المصريه اللعيبه دايما بيكونوا قد الثقه وعند حسن ظن مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله موفقين النهارده وهم رجاله، وان شاء الله نحسمها من القاهره باذن الله. اشكرك. شكرا. بنشكر اكيد المهندس محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله الحسم يكون في 90 دقيقه الاولى وال90